السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتكم انشغالات امراه جزائريه. كما رانا نشوفوا مع بعض نومي ديال الزول بالقفطان الجزائري. كما على بالنا كامل نومي ديال دائما تحب تبرز الثقافه الجزائريه، كما كانت مؤخرا في مهرجان إمدغاسن كانت لبست الحلي الامازيغيه. كما على بالنا كامل الحلي الامازيغيه غنيه عن التعريف، وكما رانا نشوفوا هذا القفطان كان المصممه ملك. كما على بالنا المصممه ملك يلبسوا كامل من عندها مشاهير الجزائر، عندها تصاميم جد رائعه. اللي حبت اتصل بها راح نخليها لكم في صندوق الوصف الصفحه ديالها. حتى الطقم الذهب اللي راهي دايرته حاجه على كلاس بالبزاف، لا باغوت تاعها بالبزاف شابه. اللي حبت تتصل بهم راح يبان اسم الصفحه على الفيديو. كيما رانا نشوفوا حاجه على كلاس بالبزاف، هذا هو القفطان اللي كانت لبسته النوميديا. هذه هي اللقطة الشهيرة اللي نديروها كامل بعد كل العرس، ونروحوا مع بعض المنال حدلي أونوميديا نشوفوا منال واش لبست. طبعا تاني منال لبست القفطان الجزائري اللي زادها الشان، وهم نعرفوا مع بعض تفاصيل هذا القفطان. كما راكم تشوفوا فيه تاني حاجة لا كلاس بالبزاف، الآن نروحو نشوفو مع بعض القفطان. هذا هو القفطان اللي كانت لبساته منال، كما قلت لكم حاجة على كلاس بالبزاف. القفطان الجزائري غني عن التعريف. نروحو مع بعض الموضة الآخر لنفس الصفحة كامل من تصاميمهم، يحبوا اللون الاحمر. عندهم بزاف لي موديل، اللي حبيتو راح نخلي لكم الصفحه في الصندوق الوصف. والان هم مع بعض الموديل اخر ولون اخر. كما نشوفوا هذا اللون الفير تاني شباب بزاف، فيغ بيستاش، يعني كل واحد وذوقه تاعها، كل واحد واللون اللي تحبو. كان عندهم بزاف تصاميم، معظم التصاميم اللي كانت تلبسهم منال حدلي في نال مع منال كامل من عندهم. وبهذا نكون كملت الفيديو تاع اليوم، نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو آخر.